ناصر، حنا ناس عندنا كرامة بنطلع. يا يوم ما أحد يدش داخل. لا أنا أبيها تسمعني، ماني بخايفة منها. ما سمعتيني الصمخة؟ اسمعي، أكسر الباب عليها الحين. مو على أساس ما عندش مكان تروحين له الظاهر طلع لك مكان جديد؟ لا الظاهر هالمكان عندك من زمان وخايف ان نطردك ويصير عندك بدال البيت بيتين. لو درينا ضيقنا عليك من زمان عشان طلعين لي خاشته. بس عاد يا نوال، بس عاد، بس عن الكلام الماسخ. عاد ارجوك لا تسكتني، انا ما طردت احد ولا قلت لها شيء. هي لو ما كان عندها مكان ثاني ما بتطلع من البيت. وين يعني بتنام بالشارع؟ والله ما عندي غير هالبيت، والجدران هذه تشهد ان عيالي فتحوا عينهم هني. صحيح ان ما عندي ورق يثبت كلامي، لكن الله يشهد ورحمته اوسع من جدرانه. بهدى لك وبطلع. هذا اللي قاصر، شيلوا اغراضكم يا عيالي.